السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير، وما ناقصكم حتى خير كما العاده. كما شفتوا اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الطورطيه ديال البطاطا. عندي 4 البيضات، 4 بطاطات، 2 بصيلات، عندي 5 البيضات، لكن في الاخر انا درت غير بعض البيضات. كما كتشوفوا ان شاء الله نقشرت البصله ديالي، ودابا غنقطعها ان شاء الله، وتقطع عشوائي. يعني الطورطية لا حزرتيها راه كتجي زوينه، ما حزرتيها شي ما كتجي شي زوينه حتى هي فين. يعني اي حاجه ولات هذا الوقت خاصها تحزر. او دابا انا كنقطع البصله ونرجع لموضوع اخر، عافاكم المشاهده نقصات لي بزاف، وانا الله شاهد عليا، رانا كنتفرج اي واحد فيكم انا وافيه له، ولكن بحكم الله يعاونكم انا ما كره حتى شي واحد. كاين اللي كيحط يوميا فيديو، كاين اللي غير 10 السوايع كيحط فيديو، وانا 4 ايام 5 ايام عاد كنحط فيديو. يعني هاد السيمانه ما بقيتش كنتفرج اي واحد، كان عندي انا مشكل تعقدات لي باش ربط القناه بالادسنس، تعقدات الامور وكرهت. والله الا ما كرهت غير الله يقويني وصافي. وفعلا حسيت براسي اي ما تفرجت لكم شي، المشاهده نقصات لي، وانا قلت لكم كما قلتها وكنعاود نقولها، انا فيديو كنحطو 4 ايام 5 ايام عاد كنحط فيديو، وانتم كاين ما كنعممش، كاين اللي كيحط يوميا فيديو، وخصني انا يوميا نتفرج لك، وانا 4 ايام عاد نحط، ما تفرج ليش تبقى تسناني حتى نتفرج لك في شي فيديو جديد عاد تدخل عندي. وانا ما كندخلش من التعليق، انا كندخل من الاشهار، هذيك نوتيفيكاسيون اللي فيها الجرس تيجيني الاشهار ديال الفيديوهات، من تما كندخل انا نتفرج. عمري ما دخلت لشي واحد من التعليق، حيت لا دخلتي من التعليق راه ما كيتحسبش. المشاهده خاصها تكون من الاشهار. عرفتوا شنو هو الاشهار؟ ملي كتحط شي وحده فيديو كيجيك واحد الاشهار، هذاك الاشهار هو اللي خصك منه تدخلي، هذاك راه هو اللي كيتحسب. اما اللي شحال من واحد انا كنشوف حتى كنكتب له شي تعليق، وانا الفيديو ديالي حطيته عنده 3 ايام كيشوف التعليق ديالي عاد كيدخل عندي داك النهار، هذاك راه ما كيتحسبش. ويعجز اللسان على الكلام، والله لا عينا اسمع غير الله يقوينا وصافي. ما بقيت ما نقول رجع للطرطيه ديالي سهله مهله. كما شفتوا راه قطعت البصله وتشحرات، وضفت لها الملح والزيت وتشحرات، هي تقريبا وقطعت البطاطا ديالي، ودابا غنتسنى البصله حتى تاخذ واحد اللوين ذهبي، وهذيك الساعه ان شاء الله نخلطها نضيف عليها البطاطا. او طورطيه راه معروفه ملي كتخون لنا الثلاجه ما كيبقى عندنا ما ناكلو، كتبقى لنا غير البطاطا والبيض، حيت البطاطا دائما كاينه، البطاطا والبصله. وكان يعني هذه ماكله الدرويش كتلقاها دائما، يعني ملي كتقلك الخضره ولا شي حاجه كيبان لك البلان ديالك هو طورطيه البطاطا. كما كتشوفوا انا ضفت دابا البصله ديالي، كما شفتو كنقابلو البطاطا ديالنا مره مره نحركوها، مره نجهدو على البوطه، مره نقصو على البوطه. يعني راه كلشي بالتحزر، كل ما حزرتي كطلع لك شي حاجه مزيانه، الا ما حزرتيهاش راه ما كطلعش لي مزيانه. حيت انا بحكمي كنسافر ملي كتحرف ليا هكا في الطريق شنو غناكل، الا دخلت شي ريستوران الحل الوحيد هي كنطلب طورطيه د بطاطا، كيعطيو لي بحال المسلوق بيضة بحال لي مسلوق، يعني مكتعجبنيش الصراحة. كما شفتو باقا البطاطا كطيب ديالنا، هي تقريبا هي طابت، شوف بلا اللوين اللي خدات البصلة.
ايوا دابا ان شاء الله باذن الله راه طابت لينا، غنصفيها في واحد الصفايه، غنخليها تقطر على خاطرها حتى تنشف. وغنمحكها شويه هكا بواحد المعلقه، نمعكها مزيان. والملح انا راه ضفت في الاول، انا ما كنطيبش بالملح بزاف. ودابا ان شاء الله نطرب البيضات ديالي كما قلت لكم، راه في الاخر درت غير ربعه على حساب حنا كنا غناكلو غنتغداو، راه دايره تغديناه كنا غنتغداو ثلاثه في الفينال، تغدينا حنا جوج ناس ونقصت البيض. كنطربو البيض ديالنا مزيان وكنضيفو على البطاطا والبصله، وكنعاودو نخلطو مع البطاطا والبصله والبيض مزيان كيما كتشوفو. ايوا كيما العاده المقله ديالي رانا نقيتها وراها رديتها كتسخن وضفت لها الزيت، هي هذه. ودابا ان شاء الله غنضيف الخليط ديالنا، وللتذكير فقط انا ما كنطيبش التورتيه بزاف حتى كتنشف، انا كنجهد على البوطه وكتاخد غير داك اللون من الجناب، من هاد الوجه ومن هاد الوجه، ومن الداخل راها كتبقى طريه. واخا انا ما كتعجبنيش، انا المرصو ديالي كنعاود ناخده ونديرو في الطبسيل ونخشيه في الميكرونده نعاود نسخنه، ولكن كاين اللي كتعجبو ياكلها هكا ليكيدو من الداخل. والتورتيه ديالنا هي هادي، ها هي وجدات خفيفه ظريفه ماكلة الدرويش. انا قلبت على الوجه الاخر، صدقوني راه كتجي لذيذه مع البصله يعني حزرتيها وهادي ودي كتجيك لذيذه، ما حزرتيهاش ما نكذبوش على راسنا، راه كتجيك عادي بطاطا طايبه مع البيض وصافي. وكما كتشوفوا دابا التورتي ديالنا هي وجدات، وراه كتجي على هذا الشكل هذا، وصدقوني راه كتجي شهوه منها. هذه هي التورتي ديالنا، كنرافقوها بشليضه، ونتمنى تعجبكم هاد الوصفه ديالي، وما تبخلوش لاختكم بلايك واشتراك. وصلنا لنهايه الفيديو، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.